بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام على الأئمة التسعة من ذرية الحسين، السلام على قائم آل بيت محمد، السلام عليك سيدي ومولاي يا صاحب الذكرى يا أبا الفضل العباس، السلام على الإخوة والأبناء في الحضور ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا ونحن نواصل في هذه الأيام المباركة وفي شهر شعبان المبارك شهر رسول الله الاحتفال والاحتفاء بأبطال كربلاء. قصيدة ليست على العباس ولكنها قصيدة مشتركة لهؤلاء الأبطال، الإمام الحسين والعباس وابن أخيه الإمام زين العابدين عليه السلام. ايضا الصلوات هي تشملهما جميعا حتى تتم البركه. اعاذنا الله واياكم على هذه الايام في حال احسن من هذا الحال ان شاء الله. شهر شعبان به قد جاء طال الفدا بحسين ثم بالعباس عنوان الوفا ثم بالسجاد والأكبر فاسأل كربلاء بمواليد الهدى تحلو هازيج الولا. حب الحسين أجنني، أنا عابس حب الحسين أجنني، فخلعت درعي والتصبر عافني فأذلني حين الوقوف ببابي وعن الوقوف ببابي وغد عزني، فأنا الذليل أنا العزيز بحبي تبا لمن فت صف الطاهرين يلومني. حزينا إنما شعبان كل الأنس فيه فهو وتر ظل للأنس قرينا. ثالث للحسين أشعل شوقا، رابع للعباس جدد عشقا، السجاد أنس قلوب كل شعبان، كل شعبان أنت أبدعت حقا كقلبي خذوه وإن شئت زده في هوى من يحب قيدا ورقا. فنوره بعد نور الصبط قد صفر
من نوري نور لا طلع بدر الهواشم كم بدر يعادله فكل فضل إلى عليا ارتفع. شعبان غرد في هواك فؤادي وبدأت أعزف فوق عود مدادي. أنا عاشق والعشق يطرب أهله الناس في واد وهم في وادي والبلبل الصداح قلد نغمتي رجع الصدى لبى غرام الشادي. عشقي صلاة الليل تعشق ورده ورد القلوب وسيد الأوراد. لو حل في تيه وواد مجذب لنما الجمال على ربا ووهادي. أنا لا أحب أذى البلغة في الهوى لولا الهوى ما لذ طعم الزاد. ماذا أصابك كي تحدق ذائلا وكأنني أهدي بغير رشادي؟ أولا تحس بأنك قلبك خافق وشعاعه يمتد للرواد؟ إن قلت لا تجلسن بحفلنا فهنا المشاعر لا سكون جمادي. حتى الجمال هنا يحاكي عشقنا، حتى الجدران هذه أيضا مثلنا أيضا، حتى الجمال هنا يحاكي عشقنا أنسا ويلبس زهوة الأعياد. ذراته كدمائنا تجري بها شوقا لذكرى السادة الأمجاد، ذكرى مواليد البطولة والفداء للصبط والعباس والسجاد. من ذكرهم شعبان عطر ذكره عطرا بكل يكلل هامة الأعواد. لا بل يكلل كل هامة عاشق ويزيل عن حر أذى الأقياد. أظنك تعرفني ماذا أقصد حينما يزيل عن حر أذى الأقياد. فيرى هذا الإنسان الذي في الأقياد فيرى كأن السجن لا سقف له، ويرى تراه كأن في هذه الليالي، فيرى كأن السجن لا سقف له، ويرى تراه كأنفس السجاد. ذا دأب من في الله يعمر قلبه وإلى الكرام هواه كالمرصاد. حلق بقلبك للمدينة واسرع. أنا ما أريد يعني بمعنى تروح قلبك الحين المدينة الحين، لا، أنا أقصد المدينة يوم ولادة وين؟ الأبطال كرملة يوم مولد الإمام الحسين والحب أداء، وأيضاً أكثر شيء بعد الوين بمولد الإمام الحسين سيد الشباب. حلق بقلبك للمدينة مسرعاً هو كالبراق ودع قوام جواد ما يقدر يدع بك آلاف السنين ولا مئات السنين، لا ما يقدر، القلب يقدر يروح. حلق بقلبك للمدينة مسرعاً هو كالبراق ودع قوام جوادي تعي يعني تعي الجواد الذكريات وبعد
وبعدها والقلب يهزم سلطة الأبعاد تجري العصور به كسرعة واثق في قصر بلقيس لليل مرادي. بلقيس وإن جاب في لحظة أيضا احنا قلبا يصل إلى تلك اللحظة التي ولادة الإمام الحسين في لحظة أيضا. ارخى الركاب منام واقصد روضة فحشودها حلقات حول الهادي والتهنيات لواقح من بعد ما كحل العيون بنوره الوقادي. ولد الحسين وشع نور جلاله ولنوره ري لقلب الصادي. رحلات أملاك السماء تتابعت زمرا تزاحم وفرة الوفاد. أهل الكساء به تكامل عقدهم منه تلألأ جوهر الأحفاد. من جوهر الأحفاد خذ لك ذرة عصماء تسفر من سنى السجاد. درر العوالم لن تنال صفاءها فلتخس عن عين مكابر ومعادي. فإمامنا السجاد درة عصره وصفاؤها يبقى ليوم معادي. من هاشم النهر المكارم نبعه وبفارس تجري بأوسع وادي. لما أطل به تباشر جده رب الغدير وفارس الأعواد. فكلاهما اشتق العلا من اسمه علي. فكلاهما اشتق العلا من اسمه وكلاهما علم من الزهاد. جبل من الصبر العظيم كلاهما في الحادثات وساحة الأحقاد. نهج البلاغة والصحيفة زادنا زاد العقول ونور كل فؤاد. وتطل في شعبانا غرة فارس اليوم تحتفلون فيه. وتطل في شعبان غرة فارس كالبدر تهزم نظرة الحساد. بطل كسامقة النخيل قوامه وبجوده يشتاق كل جوادي. جود على الإيثار ينمو عوده ومجسدا لمثلة الأبعاد. هذا هو العباس في ساغ الوغى وبلطفه قد قل في الأنداد. والفضل كل الفضل سماه أبا نال المنى ومشى طريق رشادي. من ذا يكون رحم الله من ذكر القائم فقام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والفضل كل الفضل سماه أبا نال المنى ومشى طريق رشادي. من ذا يلوم الوالدين بحبهم حتى وإن وطأوا بشوك قتادي. بدر أطل على الدنا هام البطولة يخضع. فإذا بشعبان أقل تجربات أزكى الصلاة له الله الحناجر ترفع. اللهم صل على محمد
شعبان بيوم خامس جمع الفضائل والمكارم كلها من هاشمين والأكرمين بفارس زين العباد إذا دعوا ربه ربه في الحشر لم يوجد صدى بمدحكم وارجو سوى منزل في جنة الخلد لا بل وجدتكم اهلا فان قصرت يدي فمعذرة يا غاية القصد لو لم تكن لكم في الخلد منزلة لم ارتض الخلد من قرب ومن بعد صلى الاله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله. حياكم الله. 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 الله